أسعد الله مساءكم. هذه الجلسة جلسة حوارية، هي من أجل إدارة النقاش حول موضوعها وهو القضية الفلسطينية في الصحافة والإعلام العربي. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم ببعض الملاحظات والأفكار التي قد تصلح لموضوع هذه الندوة التي تأتي في الأعمال الأخيرة لهذا المؤتمر، مؤتمر مركز الأبحاث والدراسات العربية الذي ينعقد تحت عنوان القضية الفلسطينية ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. يحتوي الإعلام العربي في المرحلة الراهنة على مساحات متواضعة بل متواضعة جدا من الأخبار والمقالات والتقارير المتعلقة بالقضية الفلسطينية من زاويتين. الأولى، تراجع عدد التقارير التي تتعلق بأوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمحاصرة في قطاع غزة. 2، تراجع التغطيات والمتابعات المتعلقة بإجراءات الاحتلال وقراراته الخاصة بالاستيطان والجدار العازل، موضوع الأسرى، حصار غزة إلى آخره. هذا التراجع يتم في أخطر مراحل القضية الفلسطينية. الواقع أن غياب الاهتمام بالحدث الفلسطيني لم يبدأ مع الربيع العربي كما يرى البعض، معللاً بانشغال الشعوب بقضاياها وصراعاتها الداخلية من أجل التغيير والديمقراطية، إنما بدأ هذا الاهتمام يخبو منذ رحيل عرفات وانتهاءً بالانتفاضة الثانية ثم الانفصال بين رام الله وغزة. هناك فترات استثنائية تم فيها التركيز على القضية الفلسطينية أثناء الاعتداءات على قطاع غزة. هنا أتساءل عن تفسير هذه الظاهرة في الربيع العربي مقارنة، يعني عندما كان المد القومي في الخمسينات والستينات أيام الانقلابات والثورات وشعارات والمظاهرات العربية وشعارات الوحدة العربية، كانت القضية الفلسطينية تتصدر جميع هذه النشاطات السياسية والجماهيرية، وكانت تتخذ كوسيلة من أهل الحكم وأهل الانقلابات للحصول على الشرعية. ولم يقتصر الأمر على هذا، فالأحزاب أيضاً وحتى الانقلابات الفاشلة كانت تستخدم القضية الفلسطينية عنواناً ذرائعياً لنشاطها وتحركها. في زمن في الانتفاضات العربية في الربيع العربي لم تحتل القضية الفلسطينية هذه الدرجة من الصدارة، ولم تتخذ كشعار في المظاهرات المليونية والانتفاضات والمطالب الإصلاحية التي اندلعت من أجل الحرية والكرامة، مع أننا أمام ثورات شعبية حقيقية وتحولات تاريخية كبرى. مثل هذا الأمر يستحق النقاش أنا في رأيي. وإن كنت أعتبر أن غياب التركيز على القضية والصراع مع إسرائيل في مسيرات الربيع العربي عكس ما كان عليه الأمر من عقود ما بعد النصف الثاني من القرن الماضي، يرجع لأن الشعوب العربية الآن، يعني كانت فلسطين تتخذ كذريعة لكسب الشرعية من قبل الثورات والانقلابات في نصف القرن الماضي، بينما الشعوب العربية الآن هي، هذا تفسيري، أنها صادقة في مشاعرها ولا تحتاج إلى ذرائع من أجل مطالبها المشروعة كما كانت تفعل الانقلابات والحكومات في الماضي لتبرير شرعية مغتصبة وغير ديمقراطية. وأرى أن الربيع العربي في جوهره إذا ما أدى إلى إنجاز التحولات الكبرى في المستقبل، التحولات التي تكرس إرادة الشعوب كمرجع للسلطة والشرعية، فإنها بالضرورة، أي هذه الشعوب والحكومات الجديدة ستندفع إلى ساحة العمل من أجل مواجهة إسرائيل واحتلالاتها ومساندة الشعب الفلسطيني وإعادة الروح للقضية التي هي في وجدان الشعوب العربية قضيتها المركزية الأولى. هل نحن بحاجة إلى إعادة بناء الوعي الشعبي وتشكيل المفاهيم المتعلقة بها عند الرأي العام العربي في هذه المرحلة؟ هذا أحد الأسئلة.
أيضا هناك قضية تم أشار إليها الدكتور عزمي بشارة في بداية ندوته، وهي عملية تنقية المصطلحات التي تدفقت على ساحة القضية الفلسطينية ومصدرها هو إسرائيل والحركة الصهيونية. هناك معروف منذ سنوات منذ عقود أن هناك مجالس خاصة في الإعلام الإسرائيلي وفي الشركات الدعاية الإسرائيلية لصك مصطلحات معينة وتسريبها إلى وسائل الإعلام الأجنبية ثم نقلها إلى وسائل الإعلام العربية من أجل تغيير المفاهيم وتغيير معنى الصراع، مثل الحديث عن بدل رجال المقاومة بيقولوا نشطاء، أراضي مدارة بدل أراضي محتلة، أراضي متنازع عليها بدل أراضي الأراضي المحتلة. يعني في كثير من الاصطلاحات تسربت حتى وصلنا إلى هناك نوع من اصطلاح داء في الإعلام، خاصة في الإعلام الغربي، وكأن المشكلة الراهنة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي أمن إسرائيل. اختفى موضوع الاحتلال، موضوع المطالب المشروع الشعبي الفلسطيني، كل هذا اختفى وراء عنوان اسمه أمن إسرائيل. كيري عندما جاء في المنطقة في الجولة الأخيرة لم يتحدث إلا عن متطلبات الأمن الإسرائيلي. أرجو أن يكون هذا الحوار يعني ثريا بمحاولة بين إعلاميين في النقاش والجدال حول واقع الإعلام، واقع القضية الفلسطينية في الإعلام الفلسطيني، من أجل التفكير معا في كيفية إعادة هذه القضية كقضية رئيسية مركزية عند الأمة العربية، من أجل الوعي، إعادة بناء الوعي العربي. وأنا أحد المتحدثين أمس أشار إلى أن الشباب الجديد في بعض الدول العربية، وليس في بعض الدول العربية، في معظم الدول العربية، لم تعد إسرائيل ولا احتلالاتها ولا ما يجري في فلسطين يشغل باله أبدا، وبالعكس بدأ الاهتمام بالقضايا الأخرى يتسرب إلى الوعي، وكان إسرائيل شيء طبيعي موجود منذ عقود طويلة. اسمحوا لي أن أقدم الأخوة المشاركين معي في هذه الندوة. نبدأ بالأخ توفيق أبو عشرين، مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم المغربية ورئيسها، وعضو المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط. فليتفضل، وأرجو أن يتقيد المتحدثون بسبع دقائق حتى نفتح الحوار مع جميع الموجودين في هذه القاعة إن شاء الله. تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا للمركز العربي على دعوته. الواقع أن الإعلام والقضية الفلسطينية موضوع جوهري، وهو الجسر الذي يربط بين الرأي العام العربي والعالمي والقضية المركزية في هذه القطعة الجغرافية على مدار 70 أو 80 سنة. الآن كانت القضية الفلسطينية شعاراً ونضالاً ورموز وشخصيات، ضيف مرحب به على الدوام في الصحافة العربية والإعلام بكل وسائطه السمعية البصرية، لأن الجمهور العربي كان مشدوداً إلى ساحة النضال الفلسطيني ضد المحتل، وكانت كل الفئات وكل التيارات في الشارع العربي من اليمين إلى اليسار مرتبطة بهذه القضية المركزية ضمن فهم أعمق من احتلال قطعة من جغرافية الوطن العربي، إلى اعتبار المشروع الصهيوني مناقض في العمق والجوهر للمشروع الوحدة العربية أو التحرر العربي أو تقرير مصير هذه المنطقة المهمة في السياسة الدولية. كانت فلسطين دائما عنوانا بارزا في مشاريع الأحزاب والحركات والتيارات والحكومات، بل صارت مصدرا للشرعية السياسية وأحد منابع الأساسية للشرعية السياسية لكل الحكام من اليمين ومن اليسار، في الجيش أو في الحركات الدينية،
كانت فلسطين دينامو أو شعلة لتحريك الشارع للتعبئة. وأمس استمعنا إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران يتحدث كيف أن القضية الفلسطينية كانت جزء أساسي من برنامج الحركات الإسلامية في المغرب وفي المشرق العربي بشكل عام. هذه القضية التي كانت تحتل مساحة كبيرة في الإعلام العربي تحديداً، إن كانت الوحدة الفلسطينية تعززها، كانت المقاومة تعززها، كان وحدة الصف الفلسطيني تعززها، كان وضوح المشروع الوطني الفلسطيني في تقاطعاته مع المشاريع القومية يعززها. لكن منذ التسعينات، منذ أواسط التسعينات، ومع انطلاق مسلسل المفاوضات الفلسطينية التي أدخلت القضية الفلسطينية في متاهات غير منتهية، من التفاوض على التفاوض ومن الاتفاق ورجوع التفاوض حول الاتفاق، والخلافات الجوهرية التي سببها الدخول في المفاوضات في المعسكر الفلسطيني نفسه بين التيارات المقاومة المسلحة وبين منظمة التحرير الفلسطينية، كل هذا جعل للقضية، أعطى انطباع وسط المجتمعات العربية وفي وسائل الإعلام على أن القضية إلى دم تكون حلت فهي في طريقها إلى الحل، وبأن هناك مفاوضات وهناك أخبار عن المفاوضات وهناك وسطة أمريكية وهناك وسطة أوروبية. كل هذا المناخ من التحركات على الجبهة التسوية السياسية فكك إن صح التعبير التعبئة الواسعة التي كانت وسط الشارع والتي كان الإعلام العربي يعكسها في وسائله. تعرف الإعلام كيفما كان رسميا أو شبه رسمي أو مستقل، هو في نهاية المطاف يقدم إلى الجمهور، ولا بد أن يراعي الانطباعات والمشاعر واهتمامات هذا الجمهور الذي يتقدم إليه وسائل الإعلام. إذن أتصور أن الفرضية الأولى، وأنا متفق مع الأستاذ ماهر عدوان في تشخيصه على خفوت وتراجع الحضور القضية الفلسطينية في الإعلام العربي، أنا متفق مع هذا التشخيص لأنه فعلا موجود ويرى بالعين المجردة وبالمتابعة اليومية. أنطلق من ثلاث فرضيات في تفسير هذا التراجع. أولا هو قضية المفاوضات، إذن هذه المفاوضات التي لا تريد أن تنتهي أدخلت القضية في متاهات وأعطت الانطباع أنه القضية في طريقها إلى الحل أو وضعت على سكة الحل، بقيت فقط المسافة التي سيقطعها القطار على هذه السكة الحل لكي يصل إلى المحطة النهائية، وهذا فكك التعبئة. العنصر الثاني هو الانقسام الذي وقع وسط الحركة التحرر الفلسطينية بين حماس وبين فتح وبين الجهاد، والانقسام الفلسطيني الذي أصبحنا نتحدث فيه عن قضية فلسطينية في رام الله وقضية فلسطينية في غزة وقضية فلسطينية في الشتات وقضية فلسطينية في إيران وأجندة حزب الله وقضية فلسطينية ومشروع تسوية في السعودية ومحور اعتدال ومحور ممانعة، وهذا طرف راديكالي وهذا طرف معتدل واقعي. هذا الانقسام الذي وقع والذي سبب أساس الانقسام الصف الفلسطيني جعل وسائل الإعلام تنقسم بدورها في طريقة تغطية هذا الحدث، وجعل للآلة الإعلامية الصهيونية منافذ جديدة للدخول إلى الأجندة الإعلام العربي لإعادة رسمها على مستوى المصطلحات، على مستوى التغطيات، على مستوى ظهور الرأي الإسرائيلي والدعاية الإسرائيلية بقوة في عدد من الدول العربية وفي أوروبا طبعا. المعطى أو الفرضية الثالثة هو الربيع العربي. فعلا مع ظهور الربيع العربي لم نلحظ أعلام فلسطين في شوارع تونس ولا في شوارع مصر ولا في شوارع المغرب ولا في شوارع كل البلدان التي انطلقت. والربيع العربي انطلق أساسا من مطالب الحرية والكرامة في الداخل. نعم شعارات هذا الربيع تتقاطع في العمق وعلى المدى الاستراتيجي مع مشروع تحرير فلسطين، لأن استعادة الشعوب العربية لحريتها وكرامتها والقرارها الوطني واستقلاليتها عن الغرب وصعود قوى ديمقراطية لها تمثيل شعبي وتأتي من صناديق الاقتراع، هذا سيعزز بلا شك الطريقة التعاطي مع القضية الفلسطينية. ورأينا يعني تمرين صغير فيما يخص الحرب الأخيرة على غزة
عندما كان محمد مرسي في السلطة في مصر والطريقة اللي اختلفت إلى حد ما في التعاطي مع القضية الفلسطينية. لكن هذا الربيع اليوم هو يعيش أو مر إلى الطقس إلى طقس الخريف، فيه تراجعات، فيه مد وجزر. نحن اليوم نعيش مرحلة جزر، وهذا الجزر العام الذي نعيشه في حركة التحول الديمقراطي في الشارع العربي بدون شك انعكست على القضية الفلسطينية. واليوم نرى الإعلام المصري والتجربة المصرية مؤسفة جدا في الشهور الأخيرة، وكيف أصبح هناك تحريض على الفلسطينيين في وسائل الإعلام، وكيف أنه روج على أن الرئيس محمد مرسي المخلوع أو المعزول أو المنقلب عليه يحاكم بتهمة تخابر مع حماس. لم يكن أحد يتصور قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، أن يتهم شخص في الوطن العربي بإقامة علاقات مع الفلسطينيين. هذا كان من المحرمات. كانوا الفلسطينيين رغم أجواء الخلافات التي كانت بين القادة العرب، لم يكن هناك تحريض في وسائل الإعلام بشكل علني. أبو عمار كانت له صراعات مع في سوريا ومع العراق وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس، والتناقضات السياسة العربية كل لعبة وسطها، لكن الخط التحريري في وسائل الإعلام وفي صالات الأخبار وفي هيئات التحرير ظلت تراعي حرمة القضية الفلسطينية، وبأنها خط أحمر، وبأنها ملتقى للعرب بغض النظر عن اختلافاتهم. اليوم نرى في الإعلام المصري تحريض ليس سياسي فقط على طرف، هناك تحريض عنصري كذلك، وهذا أخطر ما نلاحظه اليوم في موجة تراجع العربي الآن. ما زال ليش وقت؟ في أقل من دقيقة، ما هو الحل؟ ليس هناك حل سحري، هناك حل سياسي، أنه لا بد لأطراف المعادلة الفلسطينية أن يجلسوا للحوار من أجل توحيد الصف، لأن هذا ينعكس على طريقة تغطية وسائل الإعلام العربية والأجنبية. اليوم يمكن لك أن تقرأ تحقيق في الجارديان البريطانية لا تقرأه في جل الصحف العربية، واليوم يمكن أن تقرأ أو تشاهد برنامج أو تحقيق في البي بي سي أو في القناة الرابعة في بريطانيا حول الاحتلال وحول معاناة الفلسطينيين، لا تراه في كل قنوات بترودولار والقنوات الخليجية والقنوات العربية. هذه ملاحظة مؤسفة يدل على أنه دخلت القضية الفلسطينية إلى سوق المزايدات أو إلى البازار العربي، وأصبحت جزء من المزايدات السياسية بين الأطراف، بين الحكومات والمعارضة، وهذا أخطر شيء يهدد القضية الفلسطينية. النقطة الثانية أنه لا بد من إعادة صياغة خطاب إعلامي جديد. خطاب الستينات والخمسينات والسبعينات الذي كان يركز على مفردات مرتبطة بالمشاريع القومية أو الآن بالمشاريع الإسلامية، أظن أن هذا القاموس يجب أن يعاد فيه النظر لصالح البعد الإنساني للقضية الفلسطينية. هذا البعد الإنساني الذي يمكن أن يتعاطى معه العربي والمسلم والأوروبي والأمريكي، وأن نخاطب الضمير الإنساني العالمي وليس فقط ضمير الأقلية أو خطاب المظلومية للعرب ضد اليهود. هذه قضية احتلال، وهي من أقدم قضايا الاحتلال الموجودة على 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 المسرح الدولي، وفيها سياسة عنصرية. لاحظنا كيف أن مانديلا استطاع بخطاب للمساواة ووحدة للصف النضالي أن يضع قضية شعبه على المستوى العالمي وأن يصبح أيقونة القرن 21. أملنا أن يخطو القادة الفلسطينيين وبمساعدة إخوانهم العرب والشباب الآن الصاعد، هو متحرر كثير من قيود سلطوية أو من الفكر التقليدي، أن يضع فلسطين مرة أخرى على الساحة العربية والإسلامية والإنسانية العامة. أعتذر عن الإطالة وشكرا. شكرا أستاذ توفيق. الكلمة الآن للأستاذ كمال بن يونس، رئيس تحرير جريدة الصباح اليومية في تونس، رئيس منتدى ابن رشد المغاربي، متحصل على شهادات علمية في الدراسات الاستراتيجية والدولية والدبلوماسية من معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني بباريس. تفضل. شكرا
الحقيقة الإخوة المنظمين طلبوا مني، قالوا لي تدخل في 5-7 دقائق لطرح ملاحظات لنفتح بها الحوار، لكن يبدو احنا 7 أشخاص لنطرح كل ملاحظات لفتح الحوار، وهذا جزء من المسار العربي بين البرهاني والبيان. الملاحظة الأولى التي أريد أن أشير إليها، لذلك أتكلم أقل من 7 دقائق. الملاحظة الأولى، أنا في تقديري وأنا من تونس أن شعار فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، كان موجودا منذ البداية، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بثت القنوات التلفزية والإذاعية التونسية تسجيلات بالصور والصورة. صحيح أنه لم يكن قبل هروب بن علي، لكن فيما بعد، وأنا من الذين يؤمنون أن الثورة بدأت بعد، يعني في البداية كانت انتفاضة اجتماعية، المسار الثوري بدأ بعد قضية فلسطين وقضية الوحدة العربية وتجاوز الحدود. التمرد على النظام القديم كان بعد من أبعاده تجاوز البعد الإقليمي، لذلك كان ما يجري في القاهرة بعد أيام وفي عواصم عربية أخرى بما في ذلك في سلطنة عمان كان نفس الشعارات ونفس التواصل. الملاحظة الثانية هو أن وسائل الإعلام هي مرآة تعكس وجها قبيحا أمامها أو وجها جميلا، فمضمون وسائل الإعلام مربوط بالحدث. إذا لم يكن هناك حدث فلسطيني وكانت أمور تسير عادية، فلا ننتظر من وسائل الإعلام أن تعطيها نفس المسافة. وأنا أحدثكم مع أخي نور الدين عاشور، هو من صحيفة الصباح، رئيس تحرير جريدة الصباح، يعني جريدتنا مثلا كوسيلة إعلام محلية غير الاهتمام العربي والدولي بقضية فلسطين الذي كان كبيرا، 51 سنة 1951 تأسست من قبل الوطنيين للدفاع عن قضية التونسية، ولكن فيها كانت فيها صفحة قارة، صفحة فلسطين، مثل ما كانت فيها صفحة الجزائر وصفحة المغرب إلى تحرير الجزائر. فالبعد التواصل بين حركات التحرر موجود، لكن الآن وسائل الإعلام، وهذه ملاحظة المهنية الثانية التي أريد أن أقولها، أصبحت تتأثر بأجندات موجهي وسائل الإعلام ومؤسسات الثقافية في العالم، أي وكالات الأنباء لايف بي ورويترز وغيره اللي يبعث لك البلانينج وهو يوجه. وهذه قضية تستحق الذكر إذا كان نريد أن نفكر في إعادة أولويات وسائل الإعلام بما في ذلك العربية. الملاحظة الثالثة، الانشغال بالمشاغل المحلية نتيجة إحساس بخيبة أمل لدى الشعب وليس عند الصحفيين فقط، فالناس صاروا يهتمون أكثر حتى قبل الربيع العربي بمشاغلهم الاجتماعية والاقتصادية المحلية في كل الدول العربية نتيجة خيبات الأمل من زعماء حركات التحرير الوطني بما في ذلك بصراحة في فترة من فترات من بعض القيادات الفلسطينية، مثل ما قال الأخ غسان الخطيب بالأمس، لم تكن حال حماس أفضل من حال مناضلي فتح. ثالثا، توظيف الانقسام الفلسطيني في بعض وسائل الإعلام المسيسة لخدمة أجندات داخلية، أنصار حماس، أنصار التيار الإسلامي يدعمون حماس وغزة، وأنصار التيارات الليبرالية تدعم مصادر أخرى، وهذا يؤثر على مضمون الإعلام. فالجزيرة مثلا منحازة إلى طرف ووسائل إعلام أخرى منحازة إلى طرف أخرى، فضلا عن وسائل الإعلام المحلية. نقطة أخرى توقف عندها الأخ توفيق هي تكريس الواقعية والبرغماتية المبالغ فيها في التعامل مع القضية الوطنية الفلسطينية بمنطق تقاطع المصالح بما في ذلك توظيفها في المعارك الظرفية جدا، مثل ما يجري الآن في وسائل الإعلام عندما عشنا وشاءت الأقدار بعد أن بقيتنا عشرات السنين، وفي تونس أنا شخصيا حصل لي هذا الشرف مع قيادات فلسطينية، وكانت شرف أن تكتب عن فلسطين وأن تتعاون مع فلسطينيين، صارت التهمة ليس التعامل مع دولة عدوة أو مع جهة مخابراتية استعمارية، ولكن مع حركة من حركات التحرر الوطني مثل ما يجري الآن في بعض وسائل الإعلام المصرية. نقطة ملاحظة أخرى هي أن بعض الجهات، وأعتقد الأجندات الدولية التي تدخلت على الخط في أي مرحلة لا يهم في الثورات العربية وفي الربيع العربي، حاولت أن تؤثر وأن توجه الرأي العام العربي وأن تقلل من اهتمام بالبعد الإقليمي والبعد العربي والبعد الفلسطيني، ومحاولة الترويج بما في ذلك في مجلات وفي دراسات مختصة على أن هذه الانتفاضات هي كانت فقط حول المطالب المحلية، أي البطالة والفقر والاستبداد. ملاحظة أخرى، أن الاهتمام في بعض وسائل الإعلام أو تراجع الاهتمام في بعض وسائل الإعلام العربية
بالقضية الفلسطينية لا يعني أن البقية أن نفس الظاهرة موجودة في كل مكان، ولكن تختلف من منطقة إلى أخرى. وباعتبار يتحدث من منطقة المغرب العربي، بخلاف ما يتوقع كثيرون من الإخوان في المشرق الذين لا يعرفون المغرب، فإن المغرب منطقة المغاربية عموما، فإن وسائل الإعلام العربية لا تزال إلى الآن تنظر مثل ما قال الأستاذ عبد الله الإله بن كيران أمس بنظرة تقديس إلى القضية الفلسطينية وتتابعها بحماس. الملاحظة الأخيرة أنه إذا أردنا أن ينحاز الشعب العربي والإعلام العربي مجدداً لفلسطين وقضية فلسطين، فإنه ينبغي التوقف عن اعتبارها قضية الفلسطينيين لوحدهم، ولكن لابد من دعم عربي وإسلامي ودولي لحركات التحرر الوطني حتى تتحرك ميدانياً، وحتى تصبح هناك حدث، لأنه اللا حدث ينجر عنه اللا خبر. شكراً. شكراً للأستاذ كمال بن يونس. الكلمة الآن الأستاذ أمجد ناصر، كاتب وشاعر وصحفي من الأردن، شارك بتأسيس أكثر من منبر صحفي عربي في كل من بيروت وقبرص ولندن، لديه العديد من المؤلفات الأدبية والصحفية. بل تفضل. يبدو أنني سأغرس خارج السرد قليلاً، لأنني خلفت عندما يعني واضح من العروض التي قدمت حتى الآن، وهي عروض بالتأكيد رائعة ولكنها ذات طبيعة راهنية تتحدث عن القضية الفلسطينية الآن هنا والآن. يبدو أن كان في ذهني عندما أبلغت بهذا المحور أنني سأتحدث عن القضية الفلسطينية وصحافة المهجر، ذلك يعني انطوى عندي تلقائيا على نوع من البعد التاريخي، يعني كيف نشأت هذه الظاهرة؟ هل القضية الفلسطينية مكون رئيسي في هذه الظاهرة أم لا؟ ما هو واقع هذه الصحافة الآن؟ بطبيعة الحال هذا هو بالضبط جوهر الورقة التي أعددتها، وهي يعني قد تكون طويلة، سأحاول أن ألخصها ببضع نقاط، تاركا يعني إغناء هذه النقاط إن أثارت انتباهكم إلى النقاش. النقطة الأولى أنه يعني ظاهرة الصحافة العربية في المهجر هي يعني ممكن أن نضع لها تاريخا محددا، هو الحرب الأهلية في لبنان. قبل ذلك لم تكن هناك، أتحدث تحديدا عن لندن وباريس، لم تكن هناك صحافة عربية ذات شأن يعني ملحوظة في هاتين العاصمتين. الحرب الأهلية في لبنان هي التي وضعت أو فتحت بابا لهذه الصحافة من خلال هجرة العديد من الصحفيين الفلسطينيين والعرب اللبنانيين عفوا والعرب، وبعض المنابر الإعلامية اللبنانية بسبب الحرب نفسها إلى باريس ولندن، حيث يمكن مزاولة العمل المعتاد نهيك عن ربما أو بالإضافة إلى الموقف السياسي، ولكن أتحدث عن مزاولة عمل مهني، لأنه بيروت كانت تشهد حربا حتى الطباعة والتوزيع وكل هذه الأمور التقنية كانت صعبة. إذا مجرد خروج صحافة وصحفيين من بيروت التي كانت تشهد حربا أهلية، ويمكن أن يلحظ البعد الفلسطيني أو المكون الفلسطيني في هذه الحرب الأهلية، إذن هناك بعد فلسطيني تلقائي في هذه الصحافة أو في هذه الظاهرة التي نشأت في لندن. علينا أن نتذكر طبعاً أن قضية أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لا تزال يعني موجودة في لبنان بقوتها وبسيطرتها على بعض الأجزاء من لبنان وبتحالفاتها بطبيعة الحال اللبنانية. لذلك الموضوع الفلسطيني كان موضوعاً حاضراً حتى ربما الخروج من بيروت، ثم بدأت طبعا سلسلة تراجع ربما الموضوع الفلسطيني إلى أن يصبح يعني حدثا مرتبطا مع الأحداث التي تجري في العالم العربي، يعني وليس هناك من تخصيص حيز واضح. سأقفز ربما سريعا إلى تجربتين مرتبطتين بالقضية الفلسطينية، أقصد تجربتين صحفيتين. الأولى هي الشرق الأوسط، وأسمح لي أن أسمي يعني هذه المنابر جريدة الشرق الأوسط، ثم جريدة القدس العربي التي يعني تشرفت بأنني كنت أحد مؤسسيها وعملت فيها
نحو 25 عاما. علينا أن نلاحظ أن صحيفة الشرق الأوسط التي هي سعودية أهلية، كانت سعودية أهلية التمويل وربما والإشراف، ترافقت بالضبط مع اتفاقية كامب ديفيد. هل هذا الترافق محض صدفة في التاريخ أم أن لهذا الترافق مغزى؟ أنا من الذين يقولون آخذاً في عين الاعتبار السجل السياسي التاريخي لهذه الصحيفة حتى الآن، أنا أظن أن هناك بطبيعة الحال دلالة ومغزى لهذا التاريخ. من لم يعني يعرف تلك الفترة، أريد أن أذكر أن مصر كانت قد عزلت، أو النظام المصري كان قد عزل من قبل الجامعة العربية لارتباطه بقضية بالصلح مع إسرائيل. الأمر الذي ترتب على ذلك منع الصحف والمجلات المصرية من دخول البلدان العربية. فيبدو أن هناك فكرة نشأت في رأس يعني شخصين يعني مهمين في 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 حقلهما. الأول هو مصطفى أمين الصحفي الشهير، والثاني هو كما يقال أو يتردد بقوة كمال أدهم مدير المخابرات السعودية. الغرض من ذلك أنه إصدار صحيفة عربية في مكان في الخارج ربما لندن تفتح الباب مواربا على ما يجري في مصر، تدخل الاتجاه السياسي المصري والأقلام المصرية المرتبطة بكام ديفيد في تيار يعني في صحيفة عربية وصحيفة قابلة أن تدخل إلى البلدان العربية دون أن تتعرض إلى المنع والمصادرة كما هو شأن الصحافة المصرية. ومن يعني يتابع ويعرف الأقلام التي كتبت على مدار سنوات طويلة وخصوصا في الفترة التأسيسية يعرف أن الصحف أن هناك أقلام ارتبطت فعلا بمشروع كامب ديفيد وكانت أساسية في ذلك النظام. أقفز إلى الصحيفة الثانية التي جاءت بعدها بسنوات، يعني صدر سنة 1989، هي صحيفة القدس العربي، ويمكن بدأ التحضير لها قبل ذلك بنحو نصف عام. طبعا أيضا خطر في هناك من تحدث إلى ياسر عرفات أنه القضية الفلسطينية خصوصا في آخر أيام الانتفاضة كانت تحتاج إلى منبر عربي لكي يعني تنعكس عليه مجرياتها. فتم التفكير بإصدار صحيفة عربية في لندن. فعلا أبو عمار أوكل تقريبا الإشراف الأولي لهذه الصحيفة أو على هذه الصحيفة لصحفي في الاتجاه الآخر تماما من مصطفى أمين، هو أحمد بهاء الدين. وأنا من الذين التقوا يعني أحمد بهاء الدين في الفترة الأولى لتأسيس الصحيفة، ويعني كانت التوجهات العامة والرؤية العامة للصحيفة هو فعلا مواكبة القضية الفلسطينية وتحديدا الانتفاضة في تلك الفترة. الصحيفة كانت بتمويل يعني، وهذا ليس على كل الأحوال ليس سرا، بتمويل من منظمة التحرير الفلسطينية. توقف هذا التمويل ما أن دخلت المنظمة في يعني أو أدخلت في الواقع في نفق الأزمة المالية الذي جرى إلى أن قبلت أوسلو ودخلت في المسار أوسلو الذي نعرفه الآن. ما أريد أن أقول من هذا العرض التاريخي ويعني من قراءتي لهاتين التجربتين أن في الأولى كان هناك من يفكر بأن بمحاولة إيجاد منبر يعبر عن السياسات العامة العربية أو بعض السياسات العامة العربية المرتبطة بمشروع كما أصف أنا وكما أتصور تصفية القضية الفلسطينية من خلال نفق من خلال كامب ديفيد. وهو طبعا يعني كما نعرف كامب ديفيد لم تتضمن بالأخير أي عنصر فلسطيني كما وعد السادات. فكان لابد من وجود منبر يعبر عن هذا الاتجاه، أن الاتجاه الآن للعالم العربي هو السلم، اتجاه نحو التفاوض، وأن القضية الفلسطينية كما فهمت وكما عرفت به حتى تلك اللحظة من خلال العمل المقاوم المسلح على نحو خاص هو الآن في موضع تنازع أو في موضع ربما تجاذب مع طرف آخر. إذن التفكير بالمسار السلمي للقضية الفلسطينية كان قد بدأ باكراً، أبكر من ذلك كما تعلمون جميعاً، من خلال ربما ما نتج عن حرب أكتوبر من وهم بأن العالم العربي انتصر وأنه قادر على يعني استثمار هذا الانتصار في مسار سياسي.
الأمر الذي طبعا يعني نحن نعرف أنه لم يتحقق. في الصحيفة الثانية كان النقيض في القدس العربي، كان المقصود أن يكون هناك النقيض، استمرار فعلا الكفاح الوطني الفلسطيني من خلال سواء يعني طبعا كانت البندقية الفلسطينية قد يعني أبعدت وأقصيت من الميدان، ولكن الفلسطينيين كانوا قد تبنوا أو كانوا قد اشترحوا فعلا شكلا نضاليا، أنا بتصوري ربما كان أكثر يعني ثمرة وأقوى صوتا وأكثر تأثيرا، وربما هو المؤسس الفعلي للانتفاضات العربية اللاحقة، له هو الانتفاضة، العمل السلمي يعني المقاومة السلمية بالجسد وبالحجر وبالإرادة الإنسانية. فإذا كان هناك كأن الأمر يتعلق بصراع بين رؤيتين، من الذي انتصر بالأخير؟ هذا موضوع مطروح للتساؤل. أريد أن أختم هذا العرض يعني الذي يبدو تاريخيا بالقول، من خلال معرفتي بصحيفة القدس العربي ومن خلال عملي فيها، أن الموضوع الفلسطيني كان هو الموضوع الأقل قراءة على الإطلاق بين سائر الموضوعات العربية الأخرى المتحركة، أيا كانت هذه الموضوعات، سواء كان الحدث سوداني ربما أو الحدث مصري أو الآن حدث مصري سوري، فقط في الفترات التي يشهد فيها الموضوع الفلسطيني تسخينا كمقاومة يعني غزة دعني أقول أو دعوني أقول لإسرائيل أو هجوم إسرائيل، هنا يقفز الحدث الفلسطيني لكي يحتل ربما بعض الصدارة، ولكن من خلال يعني جانب تقني نعرفه نحن الذين نعمل في الصحيفة، كم عدد قراءة كل مادة؟ يعني للأسف الشديد أريد أن يعني هذا يعني لا أعرف إذا كانت هناك إحصاءات، ولكن إحصاءاتي في الجريدة أو إحصاءات الجريدة تشير حتى هذه اللحظة أن الخبر الفلسطيني حتى من قبل الكتلة الفلسطينية، نحن نعرف حجم القراءات من مكان معين من فلسطين الضفة الغربية وغزة وربما الأردن، الخبر الفلسطيني هو الخبر الأقل مقروئية. لماذا الخبر الفلسطيني هو الخبر الأقل قراءة الآن في الصحف العربية؟ هذا أيضا سؤال آخر. شكرا. شكرا أستاذ أمجد ناصر. الكلمة الآن أستاذ صقر أبو فخر، يشغل وظيفة مدير شؤون التحرير في فرع بيروت للمركز العربي للأبحاث والدراسات ودراسة السياسات، وهو متخصص في الشؤون العربية والفلسطينية على وجه التحديد. عمل صقر أبو فخر محررا ونائب مدير التحرير في عدد من الدوريات العلمية المحكمة وفي عدد من مراكز الأبحاث، من ضمنها مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومعهد الدراسات الفلسطينية. تفضل. شكرا. سأحاول أن أحتال على ضيق الوقت بالإسراع في القراءة، فأرجو أن يعذرني المترجمون. دائما كان الفلسطينيون يعولون كثيرا على الاهتمام أو على اهتمام الرأي العام، ويصرفون جهدهم لإطلاع العالم على القضية الفلسطينية وحقائقها ووقائعها، وهم دائما كانوا يحسبون الاهتمام الأوروبي بهم اهتماما جديا بقضيتهم، وفاتهم أن هذا الاهتمام في معظمه إنما هو اهتمام بإسرائيل وبمصيرها بالدرجة الأولى. هذا الاهتمام الدولي هو في جوهره اهتمام بمصير اليهود وإسرائيل أولاً وأخيراً، وأستثني من ذلك بعض الفئات الأوروبية من أصحاب الضمير الأممي والانتماء السياسي المعادي للإمبريالية. السلوك السياسي للفلسطينيين دائماً وبالتحديد الجانب الإعلامي منه أظهر قصوراً فاضحاً في مخاطبة الرأي العام الغربي، فهو إعلام كان يخاطب نفسه، وهو ما برح مع الإعلام العربي حتى اليوم، يشدد في المجال الفلسطيني على صورة اللاجئ المسكين أي الضحية. لم تنفع برأيي هذه الصورة في التأثير في الرأي العام في الغرب الأوروبي والأمريكي إلا جزئياً، وبحصيلة لا تتلائم على الإطلاق مع الجهد المبذول فيها، لأن الضحية التاريخية ما تزال راسخة في الذهن الأوروبي والأمريكي أي اليهود، لكنها ضحية انتصرت. ويبدو أن الفلسطينيين لم يتعلموا إعلامياً مثل هذا الدرس، أي أن تقديم الفلسطيني كضحية مسكينة لا يفيد البتة،
علينا أن نقدم الفلسطيني لا كضحية مسكينة بل كإنسان مضطهد يسعى إلى إزالة الظلم الذي حاق به. إنه إنسان معاصر يقاوم في سبيل هزيمة العنصرية والاضطهاد القومي ومن أجل انتصار الحرية والديمقراطية والمبادئ الإنسانية. إذا كان اختراق الوعي الأوروبي مهمة صعبة أو كانت مهمة صعبة إلى حد كبير ومفهومة أسبابها، فإن الفشل الجزئي في اختيار الوعي اللبناني العام مسألة مدعاة للتأمل. وأنا هنا في هذه العجالة أركز على الفلسطينيين في لبنان وعلاقاتهم بالإعلام. فخلال 65 عاماً شهد لبنان أحداثاً عاصفة كان لها شأن كبير في تقرير المصائر المتقلبة لهذا البلد العجيب. ففي سنة 48 كما هو معروف لنا جميعا سقطت فلسطين في أيدي الصهيونية، وكانت الصحافة اللبنانية التي تبوأت المكانة الأولى في العالم العربي منذ ستينيات القرن العشرين فصاعدا هي الميدان الأرحب لبحث القضية الفلسطينية وللتباري في الشأن الفلسطيني. في سنة 68 ونحن نقفز في السنوات سقط أول شهيد لبناني في صفوف حركة فتح وخليل عز الدين الجمل، واستقبل اللبنانيون والصحافة اللبنانية جثمانه في احتفال مهيب امتد من الحدود اللبنانية السورية حتى بيروت. في سنة 69 اندفع اللبنانيون إلى تأييد العمل الفدائي ووقعت مظاهرات 23 نيسان 69 المشهورة، وتزاحمت في الصحافة اللبنانية كل قضايا الفلسطينيين في لبنان. وبعدما صارت بعد سنة 1970 بعدما صارت بيروت المقر الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمؤسسات الإعلامية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، وطوال المرحلة الممتدة منذ توقيع اتفاق القاهرة في سنة 69 حتى اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة في سنة 73 كان العمل الفدائي ومنظمة التحرير الفلسطينية حاضرة يوميا في الصحافة اللبنانية. أبعد من ذلك كان في لبنان في فترة السبعينيات أو أن الفصائل الفلسطينية أصدرت في مرحلة السبعينيات نحو 14 جريدة ومجلة، علاوة على إذاعة ووكالة أنباء وعدد من دور النشر والمطابع واتحاد ناشط للكتاب والصحافيين الفلسطينيين وثلاثة مراكز للبحث العلمي، مركز الأبحاث، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومركز التخطيط الفلسطيني. وفي هذه المؤسسات تدرب عدد لا يحصى من الشبان والشابات اللبنانيين والفلسطينيين صاروا لاحقاً أعلاماً في الكتابة والسياسة. لم يكن إذن العنصر الفلسطيني غائباً عن الحياة الإعلامية والسياسية في لبنان، بل كان حاضراً بقوة. وفي خضم هذه الوقائع كان ظلت صورة الفلسطيني المواطن والمكافح غائبة تماماً عن الوعي العام اللبناني، يعني على الأقل على الوعي العام في جانب من لبنان، مع أن الفلسطينيين كانوا من الرواد الأوائل في الازدهار اللبناني الذي انطلق في سنة 49 أي بعد النكبة مباشرة. فأول شركة لتوزيع الصحف في لبنان أسسها في فلسطين هي شركة فرج الله. أول فرقة للرقص الشعبي في لبنان أسسها كل من وديعة حداد جرار شقيقة وديعة حداد ومروان جرار. أول من أسس الفرق الكورالية في لبنان كان عفيف بولس وسلفادور عرنيطة، ولمع من الفلسطينيين في الصحافة اللبنانية وأيضا في الثقافة والفنون وهي ميادين لصيقة بل وثيقة الصلة بعالم الإعلام والكتابة. إذا لمع من الفلسطينيين في الصحافة اللبنانية العشرات أمثال نبيل خوري، غسان كنفاني، عفيف الطيبي صاحب جريدة اليوم ووفيق الطيبي وسمير قصير، وهذا على سبيل المثال السريع. وفي الفن التشكيلي والرسم اشتهر ناجي العلي وبول جيراغوسيان وهو من القدس وجوليانا سيرافيم وجمانة الحسيني. في التمثيل السينمائي والتلفزيوني اشتهر غسان مطر، محمود سعيد، مارسيل مارينا، عبد المسيح النمري. في العزف عبود عبد العال وجهاد عقل اليوم وعبد الكريم قزموز وهو أعظم عازف رق في العالم العربي هكذا يقال عنه. في الغناء والتلحين حليم الرومي ومجد الرومي ومحمد غازي ورياض البندك. في المسرح صبر الشريف، ولولا صبر الشريف لما كانت مسرحيات الأخوين الرحباني على مثل هذا البهاء. في العمل الإذاعي
ناهد فضل الدجاني وكامل قسطنطي وغانم الدجاني عبد المجيد أبو لبن وصبحي أبو لغد ورشاد البيبي، واشتهر في ميدان التعليم الجامعي عشرات الأساتذة الكبار أمثال وليد الخالدي وأمثال يعني إحسان عباس، محمد يوسف نجم، كولا زيادي، برهان دجاني إلى آخره. وعرف الكثير من الفلسطينيين الذين تبوأوا مراتب عالية في الدولة اللبنانية، ولا أريد أن أذكر اسم جوني عبدو وهو واحد منهم. ومع ذلك ما زالت صورة الفلسطيني الحقيقية كمواطن معزولة عن الرأي العام أو عن الوعي العام اللبناني. أود أن أقول أنه منذ سنة 1990، أي بعد توقف الحرب الأهلية اللبنانية غداة توقيع اتفاق الطائف، والمجتمع الفلسطيني في لبنان بمؤسساته الأهلية والإعلامية وبناشطيه ومثقفيه يكافح لإقناع اللبنانيين بأن من غير المقبول في هذا العصر أن يبقى الفلسطينيون على هذه الحال من التهميش والاستثناء والاضطهاد. وقد احتاج الأمر حقاً 20 سنة متواصلة تخللتها كتابة آلاف المقالات ومئات الدراسات والأبحاث ومئات الندوات والمحاضرات والحلقات التلفزيونية والاعتصامات، حتى اقتنع بعض السياسيين لأغراض محلية ربما خفية أو مكشوفة بأن من المعيب للبنان ولسمعته ألا يتمتع الفلسطينيون فيه بأي حقوق على الإطلاق. ومع ذلك كل هذا الجهد لم يأتي بأي ثمار إلا تعديل بسيط في قانون العمل اللبناني يتيح للفلسطينيين العمل في بعض المهن الهامشية، ولم يتساقط أثار هذا التعديل بشكل إيجابي على الفلسطينيين. إذن 20 سنة من الجهد المتواصل والفلسطينيون حاضرون يومياً في الصحافة اللبنانية، وكانت النتيجة كمن كخطيب أعمى يلقي في محاضرة في جمهور من الصم. لماذا إذن عجز اللبنانيون عن فهم حقوق الفلسطينيين في لبنان ومطالبهم؟ أود أن أشير فقط أن هناك لجنة حكومية في لبنان تجولت في بعض المخيمات الفلسطينية في سنة 2009، وخرجوا مندهشين للحال التي يعيشها الفلسطينيون. غريب أن وزراء لا يعرفون كيف يعيش الفلسطيني في لبنان، وهذا جانب من ربما القصور في إيصال الحقيقة إلى الرأي العام اللبناني. ماذا كان دور الجدران الطائفية اللبنانية في فصل المجتمعين اللبناني والفلسطيني بعضهما عن بعض؟ لماذا عجزت النخب الفلسطينية منذ سنة 1990 على الأقل في اختراق الوعي اللبناني وإقناع الرأي العام ببدهية المطالب الفلسطينية؟ أنا أظن أن الإعلام في لبنان والإعلام الفلسطيني سابقاً لم يصل بل فشلاً كبيراً في إيصال الحقائق إلى الوعي العام اللبناني. هل وربما هذا اقتراح أن على الفلسطينيين اليوم نقل مطالبهم إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها وإلى هيئات مكافحة التمييز وإدراج انتهاك حقوقهم في لبنان على جداول أعمال هذه المؤسسات وفي تقاريرها الدورية؟ شكراً. شكراً للأستاذ صقر. الكلمة الآن للأستاذ إبراهيم هلال، مدير تحليل الأخبار في قناة الجزيرة وعمل في القناة منذ تأسيسها عام 1996. تفضل. شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة التي استدعت في وجداني الكثير من شجون مراحل طويلة. كنت محظوظاً أني كنت مدير أخبار الجزيرة مرتين، هذه ثاني مرة. المرة الأولى كانت في 2001 حتى 2004. خلال هذه الفترة كانت تغطية الجزيرة للقضية الفلسطينية هي من أبرز ما أنجزته، حتى طبعاً الحرب الأمريكية أو الغربية على العراق في 2003. خلال هذه الفترة طبعاً كان في حرب أفغانستان، لكن الانتفاضة الفلسطينية، الانتفاضة الأولى، انتفاضة الأقصى، كانت أيام مجيدة في تاريخ الجزيرة وفي تاريخ الإعلام العربي من ناحية الإخبارية. طبعاً من ناحية المآسي هذا موضوع آخر. نحن كصحفيين وصناع أخبار ننظر إلى الأمور من زاويتين: زاوية أنه خبر، كيفية التعامل معه، هل هو سهل، هل هو يمكن إبرازه، كيف تتميز كقناة أو كوسيلة إعلام، وطبعاً من الزاوية الإنسانية. أنا أتحدث هنا في هذه المداخلة القصيرة على
نظرة الصحفي والإعلامي وبالتحديد الجزيرة لتغطيتنا للقضية الفلسطينية. هناك مراحل في تغطية الجزيرة للقضية الفلسطينية، ذكرت منها مرحلة الانتفاضة، انتفاضة الأقصى، تشرفت بالإشراف على هذه التغطية، ونذكر الكثير منها. أن كانت الجزيرة هي السباقة في نقل صوت الزعيم الراحل الخالد ياسر عرفات من داخل المقاطعة، عندما قال قولته الشهيرة: يريدونني أسيرا ولكنني شهيدا شهيدا. تميزت الجزيرة أكثر من مرة في متابعة هذه الأحداث خلال مرحلة الانتفاضة. المرحلة الثانية لتغطيتنا الإعلامية، وأنا هنا أحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت من خلال المداخلات الأخرى، وأهمها: لماذا انحصر الاهتمام بالخبر الفلسطيني؟ المرحلة الثانية من وجهة نظري كصحفي هي مرحلة الانقسام الفلسطيني، مرحلة 2006، عندما حدث هذا الانقسام أصبحت القضية الفلسطينية خبر صعب. يعني كانت بالنسبة لنا تغطية القضية الفلسطينية خبر سهل، هناك عدوان إسرائيلي لا يستحي، لا يتستر وراء أي نوع من أنواع المبادئ الحقوق الإنسان أو مبادئ القانون الدولي، ولكنه إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين بشكل واضح. فكصحفي محايد، حتى كصحفي عربي محايد يلتزم بقضية فلسطينية، كانت تغطية سهلة، لا يوجد الكثير من الانقسام التحريري بشأن كيفية تغطية الخبر الفلسطيني. في 2006 بدأت هذه القضية تكون أكثر صعوبة، مما زاد عبئا علينا كصحفيين نرغب في أن نكون محايدين. أصبح الخبر الفلسطيني هناك طرفان أخوة، طرف في رام الله وطرف في غزة. هذا العبء يعني ندعي أننا في الجزيرة تحملناه بكثير من التعب والمعاناة وكثير من الاستشارات والنضوج التحريري، وتوصلنا إلى استخدام بعض المصطلحات مثل تثبيت مصطلح الحكومة الفلسطينية المقالة، تثبيت ونتجاوز بهذا المصطلح مثلا الإشاعات أو التحريض مثل حكومة حماس أو حكومة غزة، لأن حكومة حماس ترسخ الانقسام السياسي، حكومة غزة ترسخ الانقسام الجغرافي. استخدمنا هذا المصطلح ومع ما به من مرارة حكومة الفلسطينية المقالة، تمكننا من أن نقنع به الجميع. المرحلة الثالثة من مراحل التغطية الفلسطينية هي مرحلة الربيع العربي، وبالطبيعي عندما تبرز قضايا الداخل في دول كتونس وكمصر واليمن ثم سوريا وغيرها من الدول، قضايا الداخل تحتل أولوية، ليس لأننا نريد أن نتجاهل القضية الفلسطينية، ولكن لدرامية هذه القضايا ومدى تأثيرها الواسع على محيطها العربي. عندما يحدث هذا التغيير الكبير في تونس ثم في مصر ثم في ليبيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن في 25 دقيقة نشرة أخبار أو في ساعة إخبارية أو حتى في بث إخباري متواصل، من الصعب أن يجد الخبر الفلسطيني مكانه بنفس الحجم عندما كانت هذه الدول يعني تنعم بالركود الإخباري وتحت ناير الدكتاتوريات التي كانت تحكمها. كان من الصعوبة بمكان أن تخرج هذا الكم من الأخبار. الخبر الفلسطيني هو الأقل قراءة لسبب آخر بعد استعراض هذه المراحل الثلاثة. المرحلة الثالثة لا نزال نحن نعيش هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة مرحلة أصبح فيها مذبحة مثل التي جرت قبل يومين في النبك في ريف دمشق، سقط فيها 43 مدني من بينهم أطفال حرقوا. كيف يمكن لقناة إخبارية أو وسيلة إعلام أن تتعامل مع هذا الخبر؟ وعلى الضفة الأخرى، عندما تتحدث عن مجريات الأحداث في فلسطين تقريبا لا يحدث شيء كبير. نحن نتعامل مع قضية فلسطين، ورغم ذلك هناك أرقام سأتي عليها الآن لتغطيتنا القضية الفلسطينية. ما جرى داخل القضية الفلسطينية منذ 2006، ولا أريد أن أعود إلى 2002 وأوسلو وما، لكن منذ الانقسام في 2006 وإلى اليوم، القضية الفلسطينية داخل يعني الشأن الفلسطيني أصبح أقل أهمية لدى الفلسطينيين أنفسهم. هم يتحدثون عن أمور يعني كما يقول المثل: الألفة تذهب الدهشة. الحديث عن المصالحة أصبح من المألوف بمكان حتى ذهبت الدهشة عند الفلسطينيين أنفسهم. هم يشككون. عندما حدث اتفاق مكة قمنا بتغطية رأي الشارع واستمعنا إلى ما قاله الشارع الفلسطيني، الجميع يشكك. الآن عندما يحدث أي نوع من المصالحة، عندما جرى الاتفاق في الدوحة أيضا شكك الجميع، وفي الحالتين كان التشكيك في محله.
فانحسار الاهتمام بالتغطية الفلسطينية وبالخبر الفلسطيني ليس فقط بسبب التغيرات الإخبارية المرتبطة بالربيع العربي وما إلى ذلك، ولكن بسبب أن القضية الفلسطينية ذاتها أصابها الركود وأصابتها الألفة وذهبت عنها الدهشة. حتى عندما تتحدث عن المشاكل الإنسانية في غزة، هناك من يشكك في رام الله وليس في إسرائيل، هناك من يشكك في رام الله أن هذه الأرقام التي يتحدث عنها الفلسطينيون في غزة غير دقيقة، وأن هذا الحصار غير كامل، وأن هناك من الإمدادات الدولية ما يدخل وتنهبه حكومة حماس على رأي ما يقولون في رام الله. أين المشاهد العربي من هذا المشهد؟ المشاهد العربي يأنف من متابعة هذه الأمور، يعني بالمصري بيقرف لما المشاهد العربي يجد أن الفلسطينيين أنفسهم منقسمون ويتحدثون عن بعضهم البعض بهذه اللغة وبهذه الاتهامات المتبادلة. في غزة يتهمون رام الله بانتهاك حقوق الإنسان وبتعذيب المعتقلين، ونفس الأمر ينطبق على ما يجري في رام الله، يتهمون غزة بذلك وبأنهم يحاربون بأجساد الفلسطينيين إسرائيل بينما يتركون التسوية. هذا الانقسام أدى إلى انحسار الاهتمام بالتغطية الفلسطينية، ونحن كصناع أخبار لا يمكن أن نتغافل عن هذا الواقع الأليم ونجبر المشاهد العربي أن يتابع قضية أصابها من الركود والألفة ما يذهب عنها الدهشة والمتابعة. بعض الإحصائيات حتى أكون أميناً مع زملائي الذين يعملون في الميدان، وهذه الإحصائيات حصلت عليها من الزميل والصديق العزيز الصحفي وليد العمري المسؤول الأول عن تغطياتنا منذ أن بدأنا. بدأت الجزيرة قبل أن تبدأ الجزيرة، كان هناك مكتب في فلسطين قبل أن تبدأ الجزيرة، بمعنى في 26 من سبتمبر عام 96 قبل انطلاق الجزيرة كان هناك مكتب فلسطين، وفقط بوجود شخص واحد هو وليد العمري مع شركة إنتاج. اليوم لدينا 70 شخص، 70 موظف يعملون براتب، هذا عدا المتعاونين. طبعا من يعمل في عالم الصحافة يفهم ماذا يعني عندما يكون عندك 70 موظف، يعني أن لديك عشرات المتعاونين الذين يحصلون على رواتب مقابل الأخبار. 70 موظف منهم 9 مراسلين في 3 مكاتب غزة رام الله القدس. وأنا أيضا أنقل عن صديقي وليد عندما يقول أنا لست مديرا لمكتب واحد، أنا مدير لثلاثة دول، 3 مكاتب، لكل مكتب قوانينه الخاصة الضريبية والقانونية والأمنية وما غير ذلك والسياسية بالطبع. هذا العبء تحملته الجزيرة وأكملت حتى في خضم الربيع العربي معدل التقارير الشهرية من داخل فلسطين من هذه المكاتب الثلاث هو 60 تقرير، بمعنى تقريرين في اليوم في ظل هذا الزخم من الربيع العربي. قبل الربيع العربي في 2010 بدايات 2011 كان معدل من 80 إلى 90 تقرير شهريا، مما يعني 3 تقارير يومية. المعدل اليومي المعدل الشهري لظهور المراسلين من هذه المكاتب هو 150 مرة في الشهر، بمعنى معدل 5 مرات تقريبا في اليوم يظهر بعض المراسلين. لدينا 9 مراسلين بما فيهم وليد و8 آخرون منتشرين ما بين غزة ورام الله والقدس. مكتبنا يعني لا أريد أن أتحدث كثير عن إمكانيات المالية، ولكن أتحدث عن السبق الإخباري، عن أو السبق في المصطلحات. ذكر هنا في هذه المنصة كلمة المصطلحات، نتشرف بأننا من ثبتنا كلمة فلسطين في نهاية التوقيع عندما يقول المراسل وليد العمري رام الله، أدخلنا عليها في عام 2001 كلمة فلسطين، وهي إضافة لا تستخدم، لا أعتقد أنها كانت تستخدم من قبل في أي قناة أو وسيلة إعلام أخرى. أدخلنا مثلا في المكان الوحيد الذي نتحدث فيه عن المدني الذي يسقط في مواجهات مع العدو الإسرائيلي نقول شهيد، وهناك تبريرات قانونية لهذا المصطلح. أدخلنا واخترعنا كلمة عملية فدائية وأعدنا إحياء كلمة عملية فدائية. كانت هناك جلسات عصف فكري في عام 2000 و2001 كيف نسمي ما يجري من عمليات، هل هي استشهادية؟ لا، هل هي انتحارية؟ وأعدنا إحياء مصطلح يعود إلى مرحلة النضال الوطني الفلسطيني هو مصطلح عملية فدائية. أعدنا إحياء أو رسخنا مصطلح فلسطيني 48 أو فلسطيني الخط الأخضر مقابل الكثير من أخطاء اعتبرها أخطاء الإعلام العربي عندما كان يقول عرب إسرائيل، وهذا مصطلح يعني لا أعتقد أن فلسطيني 48 راضين عنه عندما يقال عرب إسرائيل بهذه الطريقة. لا أعتقد أن هناك الكثير من الملاحظات. آخر شيء أنا أذكر، أعود إلى دراسة دكتوراه
في عام 2010 أجريت في نهاية عام 2010 عن تغطية الإعلام العربي للقدس لقضية القدس. في 6 أشهر كانت التقارير عن القدس على شاشة الجزيرة 67 تقريرا عن القدس فقط. وفي قناة العالم التي يعني من أحد أهدافها أنها تدافع عن القضية الفلسطينية كان 34 تقرير وعلى شاشة العربية 23 تقرير. هذه الإحصائية موثقة في دراسة دكتوراه. ملاحظة أخيرة حتى لا أظلم أصدقائنا في الجزيرة الإنجليزية، أنا كنت مسؤولا وكانت زميلة العزيزة لميس أندوني معنا في هذه المرحلة في الجزيرة الإنجليزية في فترة تغطية حرب الرصاص المصبوب أو الاعتداء على غزة في 2008 و2009. كانت الجزيرة الإنجليزية القناة الوحيدة التي تغطي من داخل غزة، ويعني العالم كله عارف ما يجري من في داخل غزة بغير اللغة العربية، باللغة الإنجليزية فقط عبر قناة الجزيرة. وأعتقد هناك الكثير من الاعترافات الدولية بما جرى في غزة بسبب فقط التغطية الإخبارية لقناة الجزيرة الإنجليزية في هذه الفترة. شكرا لكم. شكرا أستاذ إبراهيم هلال. الكلمة الآن للصحفية لميس أندوني، صحفية مستقلة ومعلقة سياسية في الأردن، وهي حاليا كاتبة عمود في موقع الجزيرة الإنجليزية وتساهم في الكتابة بعدة وسائل عربية وأجنبية، وقد عملت سابقا محاضرة في معهد الدراسات العليا للإعلام في جامعة كاليفورنيا بيركلي. أنا أخرتها بطلب منها، يعني أفكر شنو يعني شكرا لأني ما كنتش عارفة أني رح أحكي اليوم. أول شيء أولا أنه أتفق مع الزملاء، أنا أتفق مع الزملاء بأن المفاوضات وليس فقط المفاوضات، المعاهدات والاتفاقيات العربية الإسرائيلية بدءا من كام ديفيد، لكن بعد كام ديفيد كان لسه وجود قوي لمنظمة التحرير فكان التأثير أقل، لكن بعد أوسلو ووادي عربة تغير واقع يعني اهتمام الصحافة العربية في القضية الفلسطينية، ليس لأنه فقط أصبح منصبا على المفاوضات، لكنه خلق وعيا جديدا أعتبره مشوها في العالم العربي بأن القضية الفلسطينية ليس فقط على وشك الحل، لكن الأخطر من ذلك أنه خلق وعيا مشوها أدى إلى الإحباط، لأنه يعني هناك إحباط من مسيرة المفاوضات، هناك إحباط من سقوط رموز فلسطينية في نظر البعض، من استبدال الثورة الفلسطينية بسلطة من غير السلطة، وإحلال الخطاب التفاوضي بديلا عن خطاب المقاوم وخطاب الحقوق، وهذا أثر في الوعي الشعبي وأثر في اللغة الصحفية في العالم العربي والعالم الغربي، مما سهل تسرب المصطلحات المصنعة إسرائيلياً وأمريكياً إلى غرف الأخبار، ليس فقط الغربية التي كانت متأثرة أصلاً بالدعاية الإسرائيلية، ولكن إلى الغرف الصحافة العربية، وخاصة عند الجيل الجديد الذي لم يعش الأجواء الثورية، الذي لم يتربى مع أجواء الثور حركات التحرر العالمية والنفس المعادي للاستعمار، بل تربى في عهد أوسلو وعهد إحساس بالخذلان والإحباط وحتى أحيانا بالاستسلام، وأحيانا يشعر أن هناك البعض يشعر هناك حتى اقتربنا من الخيانة أو حدثت خيانة. هذا أثر تماما ليس فقط على مطبخ الأخبار، ولكن على تلقي القارئ للخبر الفلسطيني. أريد أن أعود إلى كام ديفيد وعشية كام ديفيد، لأني أعتقد أن المصيبة بدأت منذ أن بدأ التحضير لكام ديفيد، إذ أشيع في تلك الأيام وهناك في القاعة من يذكر بإشاعة التفكير الانعزالي العربي بدءا في مصر وطبعا في كمان في تاريخ في لبنان، يظهر للمواطن العربي بأن القضية أصبحت عبئا على الشعوب العربية وأن القضية الفلسطينية
تأخذ حسابها على حساب قوت الإنسان العربي وليس فقط الحريات. يعني لا شك أنه صحيح أن الأنظمة استخدمت القضية الفلسطينية كغطاء لشرعية زائفة ولقمع الشعوب العربية، وأن الإصلاح يجب أن يتأخر حتى تحرير فلسطين، وكلها مقالات زائفة. لكن هذا التفكير كنا نعتقد أنه لم يأخذ جذره، لكن الآن نرى بعد عقود بأنه أصبح متجذر في الثقافة العربية، بأن الأولوية يجب أن تعطى للشأن الداخلي، وكأن الشأن الداخلي وقضايا العدالة الاجتماعية والحريات تتعارض مع القضية الفلسطينية. يعني تم فصل، أي إحداث فصل مصطنع بين قضايا تحرر وطني وأمن قومي عربي، لأن القضية الفلسطينية في صلب الأمن القومي العربي، وهذا تم تشويه الوعي بحيث يتم هذا الفصل، وبين القضايا البناء والتنمية والحريات والعيش كما يقول الإخوة المصريون. فهي نقطة ثانية. طبعا الانقسام الفلسطيني كان كارثة على تلقي الإنسان العربي كما قال الزملاء الخبر الفلسطيني، لكن يجب أن نذكر أن وسائل الإعلام أيضا بعضها لعب دورا في ترسيخ هذا الانقسام، ليس فقط بانحيازه إلى طرف أو آخر، لكن تغييب الجانب النضالي لطرف أو آخر. يعني بغض النظر عن رأينا الأيديولوجي أو السياسي بأي طرف فلسطيني، هناك تاريخ وواقع نضالي لكل الفصائل. يعني أتذكر أنه في الجزيرة الإنجليزية لما كانت صفقة تبادل الأسرى، تبادل الرفات بين الإسرائيليين وحزب الله، ونتيجتها كان بأنه تم تسليم رفات شهداء من فصائل فلسطينية وخاصة من فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية والحزب إلى آخره. كان هناك دهشة واستغراب عند البعض، خاصة المتأثر الذي يؤيد حماس، بأن هناك تاريخ نضالي للمنظمة التحرير الفلسطينية. يعني نحن، يعني هذا بالذات يتحمل عبئه القيادة الفلسطينية، طبعا القيادة الفلسطينية بكل أطرافها، وطبعا نحن كإعلام. الشيء الثاني إنه الاستقطاب بين فتح وحماس، وليس فقط استقطاب بين حماس وفتح، هو مسألة الاستقطاب بين العلمانية والخط الإسلامي الذي تجذر أكثر للأسف بعد الثورات العربية. هنا أريد أن أذكر أن في وائل الثورات العربية كما قال زميلي كمال، كان الإحساس هناك أن هناك عودة إلى إحساس بانتماء عربي على أسس صحيحة، على أسس التضامن بالعيش، وحين تضامن الكرامة، تضامن بالحريات، تضامن ب إن عندما ثار الشعب في تونس فهي ثورتي أنا كأردنية أو فلسطينية أو مغربية أو بحرينية لإحقاق كرامتي وحقي بالتنمية وحقي بالعدالة الاجتماعية. لكن للأسف، وهنا ليس هناك مجال لنقاش لماذا حصل ذلك، لكن هناك تدخلات عربية ودولية كانت في الثورات العربية، أو لأنه لم يكن هناك برنامج ورؤية واضحة لمن قادوا الثورات. بالعكس، النتيجة كانت أن هناك أصبح بدل ما كان هناك في عزلة، انعزال قطري بدأ بكام ديفيد وقبل كام ديفيد، وإحساس الأردني أو الفلسطيني بأن الأردني أو المصري بأن الفلسطيني خطر أمني عليه، وأنه يجب أن يعني إحساس أنا لا أريد التأمين، تم فرض أو محاولة فرض مثل هذا الوعي المشوه بأن الاهتمام بالقضية الفلسطينية هو خطر أمني لهذه الدول وعلى حساب هذه الشعوب. تم ترسيخ هذا الكلام بالإضافة إلى الانقسامات الطائفية والإثنية وتقوقع والتفكك، خلاص، والتفكك في العالم، وحالة التفكك في العالم العربي. أريد أن أنهي بأنه في الأردن بالذات أصبح الاهتمام بالقضية الفلسطينية ليس اهتماما بالقضية الفلسطينية، بل جزء من الحوار الأردني الداخلي حول الهوية بطريقة مدمرة، وهذا أثر على التغطية
الصحفية الأردنية لفلسطين وأنه هنا لأترك المجال للنقاش. شكرا لميس. الآن نفتح الوقت مفتوح للمداخلات، مداخلات تكون بحدود دقيقتين أو ثلاثة. أرجو الالتزام لأنه حتى نعطي فرصة للجميع للحديث في هذا العام. تفضل أخي. شكرا. شكرا سعادة الرئيس. أنا حقيقة أريد أن أتداخل بصفتين. الصفة الأولى وهي أني كاتب بجريدة المدينة السعودية في الشأن السياسي والقضايا الفكرية التي خرج منها عبد الباري عطوان، والتي أسسها الناشران الأول اللذان أبناؤهما أسسا الشرق الأوسط. يعني فقط ملاحظة، كانها يعني تداخل لا مباشر على الأستاذ أمجد ناصر. الصفة الثانية وهي صفة تعليمية، صفة أكاديمية، باعتبار مناقشتي مع طلابي حول القضية الفلسطينية. أكتب كثيرا عن فلسطين ولا أجد تفاعلا كثيرا من الشباب، وعندما أسألهم عن سبب عدم التفاعل مع القضايا الفلسطينية يتفاعلون مع أشياء أخرى إلا فيما يتعلق بما يتعلق بموضوع فلسطين. آخر مقال كتبته كان يوم الخميس، وماذا عن فلسطين يا عرب، لم يثر اهتمامهم، بل أن هناك سخطا يقول لك يا عم أنت بتضيع نفسك في أشياء أخرى. في تصوري أنه حين تحولت القضية الفلسطينية من قضية أمة إلى قضية مجتمع خاص، قضية شعب، تحول الاهتمام عنها وجدانيا. هذه نقطة مهمة. أتصور أن المعنيين بالدرجة الأولى وهم الفلسطينيين يجب أن يهتموا بها، وكنت أتمنى أن أشاهد في هذا المؤتمر شخصيات متوازنة على الأقل من خارج الإطار أو من خارج المجتمع الفلسطيني أو الشامي، باعتبار أننا نتعامل مع قضية فلسطين وليس بوصفها قضية خاصة يتناقش فيها الفلسطينيون مع بعضهم البعض، وإنما بوصفها قضية عربية هم الجميع. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك ما في شك مثل ما ذكر الإخوان أن الصورة النمطية الرتابة التي شكلها الإعلام جعلت أجيال الشباب، وأنا أتكلم حقيقة باسم الشباب، جعلت أجيال الشباب لا تهتم، لأنه صار في رتابة. الخبر هو هو، ليست القضية أن أنشر 34 خبر أو 66 خبر حول القضية الفلسطينية، القضية هو ما الذي ينشر. فعندما أنشر بأنه معركة هنا وقتل هناك شخص وتغطية هنا من غزة أو تغطية هناك من حماس، يعني صار في رتابة. والأبناء، أنا أكلمكم بعقلية جيل الشباب الذين أدرسهم، ما صاروا يهتمون لهذا الأمر، صار في عندهم حالة من حالات الرتابة، وهذه الحالة بالتالي منعتهم حقيقة من أن يشاركوا. طبعا هناك أيضا عدم اهتمام مثل ما أشار الأستاذ توفيق في الجوانب الإنسانية. يعني اليوم إحنا نعيش حالة عولمة، نحن نعيش في مرحلة ما بعد الدولة، نحن نعيش في مرحلة ابني وهو في مكة المكرمة يفكر بعقلية رجل في واشنطن، يعني إذا جاز التعبير. فبالتالي هناك قواسم مشتركة غير التي أنا قمت عليها. فهذه القضية مهمة جدا في الإعلام، يعني ما الذي سيجذب هؤلاء، يعني كيف يستطيع أن يتفاعل هؤلاء الشباب والشابات مع القضية الفلسطينية إلا من خلال الجوانب الإنسانية. ليست بالضرورة الجوانب المظلومية، لكن أن تعرض الجوانب الإنسانية بالطريقة الجيدة إعلاميا حتى يستطيعوا أن يتفاعلوا معها كقضية إنسانية. يعني لا أريد أن أطيل، لكن أقول أنه من المؤسف أن إخواننا يعني الشيعة، لا أحب هذا التسمية أو هذا التصنيف، لكن هذا الحادث، لديهم يوم القدس العالمي وهم حقيقة يعني يحتفلوا به بغض النظر عن الأهداف التي انطلقت منها، لكن يوم القدس العالمي وهناك احتفالات في هذا الباب. أتمنى أن تكون هذه القضية قضية مشتركة، باعتبار أن القدس ليست لها علاقة لا بالتمييز الطائفي ولا بالتمييز العرقي ولا بالاختلاف السياسي. شكرا جزيلا. شكرا. أنا عندي ملاحظات قصيرة متنوعة. أولا أنا بحب يكون واضح
أنه في تقديري كفلسطيني لا أشعر بأنه يوجد عتب لدى الفلسطينيون حول تراجع مساحة التغطية للقضية الفلسطينية في الإعلام العربي في فترة الربيع العربي. نحن نعتقد أن هذا شيء طبيعي ومنطقي ومهني، خصوصا في الفترة الحالية التي لا يوجد فيها أحداث ذات طابع دراماتيكي فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. ونحن نعتقد بأنه بشكل عام إذا نجحت هذه الثورات العربية في تحقيق أهدافها، ديمقراطية، كرامة، تنمية في البلدان العربية، فإن هذا سيكون أكبر فائدة للقضية الفلسطينية على المدى البعيد. ولذلك يجب أن لا يكون هناك خطاب اعتذاري أو تبريري من قبل الصحفيين العرب، لأنه هذا الوضع طبيعي. حتى إذا راجعت الصحف الفلسطينية في المناطق الفلسطينية تجد أيضا اهتمام استثنائي وغير عادي بأحداث الربيع العربي، لأن هذه الأحداث هامة جدا بالمعيار الصحفي ولها ما بعدها، ليس فقط على البلدان التي تجري فيها وإنما على المنطقة بما فيها على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لكن هنالك ملاحظة نقدية ولا تتعلق بموضوع الربيع العربي، أنه في الوقت اللي الصحافة العربية لعبت دور إيجابي ومحفز في مراحل الانتفاضات والثورات الفلسطينية، للأسف تلعب بعضها ولا أعمم دورا سلبيا في مرحلة الخلافات الفلسطينية، لأنه بعض عمل وسائل الإعلام في تغطية القضايا الفلسطينية يعمل على إذكاء الخلافات الداخلية بدل أن يقدم الأمور بشكل إيجابي، لأنه كثير من وسائل الإعلام العربية اصطفت إما مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف على حساب مهنيتها، ومرة أخرى لا أعمم. ثالثا، بالنسبة لملاحظة الأستاذ توفيق بوعشرين حول التغير التعامل المصري ما بين العدوان الإسرائيلي الأول على قطاع غزة والثاني، أنت ذكرت ذلك بشكل عابر وكأنه مسلم فيه. أنا أود أن أشير يعني أنه هذا غير دقيق. يعني التعامل المصري مع العدوان الإسرائيلي لم يختلف في المرة الثانية عن ما كان عليه في المرة الأولى، اقتصر في المرتين على ما أعتقد أنه الحد الأقصى اللي ممكن يقدم في حينه، وهو الدعم الإنساني والدعم المعنوي والوساطة السياسية التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وبين حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما قامت به مصر في المرة الأولى، وهو نفسه ما قامت به مصر في المرة الثانية، ولا يوجد فرق كبير. النقطة الأخرى أيضا اللي تفضلت فيها أستاذ توفيق، والتي تتعلق بأنه اتهام مرسي بالتخابر مع إسرائيل هو أمر غير مسبوق، مع حماس عفوا، أنا بعتقد أنه هذا يغفل يعني جزء من الصورة، وأعتقد أن هذا هو جوهر المشكلة. جوهر المشكلة أنه حركة حماس في قطاع غزة التي هي امتداد للإخوان المسلمين تصرفت وكأنها طرف في الصراع الذي حصل في مصر بين الإخوان المسلمين وغيرهم، وبالتالي زجت الفلسطينيين في خلاف مصري-مصري داخلي، وكنا جميعا في غنى عن ذلك. ونحن نعرف بأن كل مرة أخطأ أي فصيل فلسطيني، وهذه ليست سابقة، في زج نفسه في الخلافات العربية، كان الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تدفع ثمنا لذلك. وشكرا. مساء الخير. الفلسطينيون في مصر هم أكثر تجمع فلسطيني يتعرض لحملة إعلامية ظالمة، ولم أجد كلاما عنه في المنصة، ولا أدري لماذا يعني أغفل الموضوع الفلسطيني في مصر. هم يشيطنوننا منذ 30 يونيو حتى الآن، وللأسف السفارة الفلسطينية تلعب دور في تغذية هذه الشيطنة، وبتطلع بيانات عن التضييق على الشعب الفلسطيني في مصر، بتطلع السفارة بيان إنه ما فيش تضييقات على الشعب الفلسطيني في مصر. هذا واحد.
الموقف المصري من العدوانين مختلف؟ مختلف. أنا لا أوافق أخي الأستاذ الدكتور غسان إنه لا ما اختلفش، لا اختلف. مبارك كان شريكا في العدوان الإسرائيلي الآخر 2008 أو أول 2009. المرسي بعت رئيس وزرائه أثناء القتال وفتح الباب للمساعدات، صحيح مش هو المأمول منه يعني كنا نحتاج أكتر، بس شتان بين الموقفين. وأنا يساري مش إخوان بالمناسبة، أحسن ما حد يفكر إنه حماس. الكلام اللي بينشر عن حماس وتصرفاتها في مصر كله كذب في كذب غير صحيح. مثلا يوم أنا قاعد على التلفزيون قالوا إلقاء القبض على 4 فلسطينيين في شارع كذا، أنا طبعا شارع كذا قريب مني فهوش فلسطينيين، وهم يحضرون لمتفجرة. تاني يوم نشر الخبر هذا، تاني يوم عرفت أن أستاذ من هندسة عين شمس ذهب إلى قسم البوليس وقال لهم يا عم هدول أولادي أولادنا ومش فلسطينيين وبيحضروا مشروع للهندسة مش متفجرات. طلعوا في حد كذاب نهائي. ألقي القبض على ابن أخو الدكتور موسى أبو مرزوق في سيناء ضمن الإرهابيين، ثم اتضح أنه واحد من حرس الرئيس أبو مازن، وأفرج عنه تاني يوم، حد قال أنه أفرج عنه وهلوم مجرة. نحن أوقف منحنا الإقامات في مصر، يعني كان ممكن يلقى القبض على أي واحد معوش إقامة يقول لك دخل إلى البلاد بشكل غير مشروع وبيحضر العملية إرهابية وبلبسوك ممكن تكون حماس. بعدين المتحدث العسكري طلع وقال إنه مسكنا 2 من ضباط حماس وحتشوفوهم هلأ على التلفزيون. طلع واحد قال أنا من الأمن الوقائي والتاني قال أنا من الأمن الوطني. طبعا الصحف المصرية قالت من الأمن القومي، فيش عندنا أمن قومي. الاثنين موضوع مصر يعني أصلا الإعلام، قضايا اللي تنشر في الإعلام، هناك نقد بيوجه من داخل مصر لهذه لما ينشر باهت في إطار في إطار الصراع المقيم هناك. يعني إحنا ما منا كمان نكبر الأمور في. شكرا سيد الرئيس. يعني يستغرب عدم وجود أحد يتحدث عن الإعلام في منطقة الخليج، مع احترامي للجزيرة، الجزيرة ليست هي كل الخليج، منطقة الخليج والجزيرة العربية، وخاصة أن هناك هذه النقطة. يعني حديث لا شك أن الجزيرة لعبت دور كبير في مراحل مختلفة في التعريف بالقضية الفلسطينية، ليس مجرد نقل خبر، لأن أعتبر الإعلام ليس مجرد نقل خبر، وأحيانا يلون هذا الخبر بنقله، ولا بأن تصك مصطلح لخدمة فلسطين، لأن بالمقابل كانت الجزيرة تصك أيضا مصطلحات تخدم إسرائيل. وأول من شرعنا اللقاءات الفضائية مع نخب إسرائيلية هي الجزيرة، وأدخلتها إلى بيوتنا في مرحلة يعني كان يمكن ويعطوا أحيانا من الوقت والمساحة أكثر مما يستحق هذا الشخص الذي تقابل. ثاني، خدعني أبقى في قليلا في موضوع الجزيرة. لا شك أن في المرحلة الأخيرة دخلت مثل غيرها من الصحافة من ضمن إطر الاستقطابات العربية ومن المعادلات والتخندق في الصراعات السياسية، حتى عندما تقدم القضية الفلسطينية تقدمها وفقا لهذا الاستقطاب أو التخندق في هذا المجال. أنا يعني ألا يمكن أن نتحدث عن الإعلام من سياق مدى خدمة هذا الإعلام للقضية الفلسطينية تعريفاً وتقديماً وتجذيراً وزيادة الوعي بها؟ وأضرب مثال الآن الجزيرة USA، ما الجزيرة الإنجليزية الأولى، هناك أكثر من 800 موظف في مكتبها
في نيويورك، والآن الساحة الأمريكية وهي ساحة صراع أساسية في موضوع القضية الفلسطينية. ما هو برنامج هذه المحطة في تعريف المجتمع الأمريكي ومجتمع أمريكي غائب؟ هي مش فقط الجيل العربي أو الأطفال، الآن نتحدث أطفالنا معرفتهم ضعيفة في مسألة القضية الفلسطينية، نتحدث هناك مجال مفتوح ولأول مرة يفتح مثل هذا الإعلام المرئي على هذه الساحة. ثاني موضوع الصحف المهاجرة، أخي الكريم تحدثت عن صحيفتين مهاجرات ولكل منها كان غرض لخدمته، يعني قضية فلسطين هذه نبعدها عن هذا الموضوع، يعني أنا أتحدث عن وسيلة إعلامية تعتبر هذه القضية قضية مظلومية، قضية حقوق، قضية أساسية وجذرية. يعني إلى الآن أنا أفاجأ في بعض الصحافة لا تفرق ما بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى في هذا، هذا التعريف، أنا متقن مجرد التعريف في هذا المجال. فبالتالي المصطلح، حتى المصطلحات نفسها التي تستخدم في عدد من وسائل الإعلامية أصبحت هي على للأسف بقول لك هي في ضمن هذا الاستقطاب. أنا أنتهي فقط في الحديث حول مسألة، يعني يهمني هذا الموضوع إذا الأخ إبراهيم يستطيع أن يقدم، ولدينا إخوة قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، سمعت منهم بالأمس نقد كبير لما سألت الجزيرة في الساحة الأمريكية. شكرا. شكرا لك. تفضل. شكرا سيد الرئيس. بس نقل من هون وهون يعني بحاول. أنا أتفق كثيرا مع ما جرى تقديمه من رؤية وقراءة وتحليل حول الحالة في الإعلام العربي بقضية فلسطين، لكن أستغرب الآن بعد ما اتفقنا من ناحية الرؤية تراجع تيار اليساري، تراجع تيار القومي العروبي، صعود الإسلام السياسي، الإسلام السياسي على مفترق طرق، وليست قضية القدس بالتحديد، وإنما في بعد الإسلام السياسي الآن لا أجد أحد يتحدث عن الأقصى، المسجد الأقصى المبارك وتهويده وأسرلته يوميا. على أي مستوى الآن علي أن أسأل؟ هل أسأل على البعد اليساري أو البعد القومي العروبي، أم أسأل على الإسلام السياسي؟ إذا كان أخونا يكتب مقالة والشباب لا يسأل عنه، هل يكتب مقالة عن الأقصى ولا يسأل الشباب عن المسجد الأقصى؟ هل يبحث عن توأمة بين مكة وبين الأقصى وبين القدس؟ هل العتاب فقط على يوم القدس التي قادته إيران أو الإخوان الشيعة؟ لماذا لا يبحث الآن في الإسلام السياسي على مفترق الطرق التهديد اليومي الحياتي الإنساني الأخلاقي للمسجد الأقصى الذي سيصبح هيكل سليمان؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا. في الحقيقة احنا من يعني من خلال هذا النقاش كإعلاميين أو كسياسيين مهتمين بدنا نقفز فوق الانقسامات وفوق التبريرات كلها، نحاول نعرف شو ممكن نقدم للقضية الفلسطينية ونعيد القضية الفلسطينية. لازم نتحمل بعض ونآمن في حقيقة واحدة إنه حرية الرأي هي أمر لازم دائما نحترمه مهما كان هذا الرأي قاس. تفضل يا ست. شكرا. الملاحظات سريعة، أنا وافق الأستاذ صقر أبو فخر على ما ذكره من أننا فشلنا في الدخول إلى الوعي الجمعي اللبناني، وربما تستطيع أن تعمم ذلك إلى الوعي الجمعي العربي. نحن في الغرب نجحنا حاليا أكثر مما نجحنا عربيا، وربما هذا السؤال كبير، وكنت أود بشدة أن تذكر ولو أن الأسماء كثيرة يعني الدكتور أنيس صايغ رحمه الله، لأنه يعني كان يستحق، وذلك طبعا شفيق الحوت وغيرهم. لكن كصانعة أفلام وثائقية حول القضية الفلسطينية تحديدا، أود أن أشرككم في المشاكل التي نعانيها نحن عندما نريد أن نعمل عن فلسطين. ففي فيلم النكبة مثلاً واجهت أن أرشيفنا الفلسطيني مبعثر ومهمل معلوماتياً وصورياً، فلا تطلب من صانع القصة أن يجد هذه المعلومات والصور وهي مبعثرة ومهملة. في سلسلة أصحاب البلاد عن فلسطيني الداخل اكتشفت أن فلسطيني الداخل أنفسهم غير قادرين على رواية قصتهم، فكل ضيف أذهب إليه يقول لي مصطلحات مثل كلمة مثلا مضامين، سيخومتري، أشياء لها علاقة بحياتهم اليومية المشاهد العربي لن يفهمها. هناك مشكلة في الضيوف أنفسهم،
في سلسلة ثمن أوسلو، وهذا للأستاذ الكريم، الضيوف الإسرائيليون يوافقون فوراً على الصحفي عندما يكلمهم عربياً كان أم أجنبياً، أما الضيوف الفلسطينيين من مسؤولين أو حتى مؤرخين وسياسيين فتتعب كثيراً حتى تحصل على موعد معهم. هذا عدا عن تناقض المعلومات في الكتابات العربية والفلسطينية جميعاً والكذب في المعلومات ونقصانها، بينما المراجع الأجنبية باللغات الأخرى أدق بكثير. وثائقياً، وهذا للحق، شبكة الجزيرة التي تشرفت بأنني أعمل بها منذ 2006 ومسؤولة عن برنامج فلسطين تحت المجهر، وهو البرنامج الوثائقي الوحيد المتخصص بفلسطين على أي شبكة عربية أو عالمية، نحاول من خلاله أن نعمل وثائقيات تبث على الجزيرة العربية والإنجليزية تقدم فلسطين بطريقة مختلفة، ولكن هذه الوثائقيات على اليوتيوب ليست دائما المشاهدة ضعيفة إذا عملت بشكل جيد، بمعنى أن المشكلة في القالب، إذا القالب كان جذابا للشباب فيمكن أن نجذب الشباب، وسأعطي أمثلة على ذلك. غزة ليفز أون، غزة تعيش، وكلها موجودة على اليوتيوب. غزة وي آر كامينج، غزة إننا قادمون، متوفرة أيضا. عدا عن الأفلام التي تناولت الصهيونية والحراك الإسرائيلي اليهودي ضد الصهيونية، ومنها The Pain Inside المستنقع بالعربية عندما بث، و Going Against the Grain ضد التيار. ال- 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 الأساس أننا كإعلاميين نعتقد أننا نعرف عن فلسطين، وتفاجأ عندما تدرس أننا فعلا لا نعرف عن فلسطين، وهذا الأمر ليس فقط الإعلاميين العرب وإنما الإعلاميون الفلسطينيون أنفسهم غير مدركين لحقائق القضية، وأعتقد أن هذه المشكلة الأساسية. وشكرا. شكرا شكرا. تفضل. شكرا حضرة الرئيس. أنا أيضا من موقعي كصحفي وكاتب سياسي أريد أن أدلي بملاحظات حول هذه الندوة المهمة. يعني الجو العام الطاغي، لا أعمم ولا أخصص، أيضا أنه عندما يأتي الحديث عن فلسطين فإننا أمام بكائية إعلامية على الوضع الفلسطيني تشبه البكائيات السياسية الشائعة. هذا هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية هي أن الخلافات حول أداء الإعلام العربي في الموضوع الفلسطيني أو أداء الإعلام الفلسطيني في الموضوع الفلسطيني أيضا هو جزء من الحالة السياسية العربية وليس العكس. سأعطي مثالا شكل نقطة تحول في الأداء الإعلام التلفزيوني. إدخال الإسرائيليين الذي قامت به الجزيرة على المشهد الإعلامي العربي، تعرضت الجزيرة لانتقادات كثيرة، مصدرها سياسي وليس بالمعايير الإعلامية أو المهنية، لكن حصل تطور إيجابي أنه تحول إلى تقليد تقوم به جميع الوسائل الإعلام الأساسية أي القادرة على أن تقوم بهذا الدور، بما فيها وسائل إعلام يعني شديدة صاحبة خطاب القطيعة المطلقة مع إسرائيل كالميادين أو المنار. فهذا تقليد من الوجهة المهنية أنا أعتقد أنه حقق تقدما في المشهد في الأداء الإعلامي بشكل عام، ولم يعد هذا التابو السياسي المنعكس إعلاميا مؤثرا. واستفدنا كثيرا إذا كان هناك من نقاش على دور الجزيرة أو غيرها أو العربية أو غيرها أيضا، فهو مثلا يتعلق في رأيي سلبيا بنمط ما تحول إلى تقليد غير إعلامي في تغطية الوضع السوري على سبيل المثال. هذا موضوع من الوجهة المهنية
أكثر تعرضاً للملاحظة الثالثة والأخيرة. أرجو أن لا يكون هناك خلط بين نقد النخبة السياسية الفلسطينية أو بعض شرائحها وبين الاهتمام أو عدم الاهتمام بالموضوع الفلسطيني. النخبة السياسية الفلسطينية بكل اتجاهاتها هي مثلنا، مثل النخبة الليبية، مثل النخبة التونسية، مثل النخبة المصرية، خاضعة للمساءلة السياسية والإعلامية. وهذه نقطة مهمة جدا. نقد حماس ليس دلالة على الوطنية أو عدم الوطنية عند كما يريد أن يقول البعض. كما كنا سابقا نقد فتح وبعض الفصائل الفلسطينية ليس دلالة على الوطنية وعدم الوطنية في 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 أو الاهتمام أو عدم الاهتمام. النخبة السياسية الفلسطينية يجب أن تكون خاضعة إعلاميا بالمعنى الشخصي والسياسي تماما للنقد والمساءلة. شكرا. شكرا. تفضل. لا لك الكلمة لأنه زمان يعني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا بعد ما استمعت للعديد من التدخلات فتحت الشهية لي. هو شيء جميل جدا أن نلتقي في مثل هذه المؤتمرات، وأنا أرى أنها هامة جدا لأننا نتحدث على قضية مركزية تربينا ونشأنا عليها، وتخلي كل عربي فينا مهما كانت مسؤوليته أو موقعه يتحدث على قضية فلسطين. ولكن الشيء اللي أنا محيرني، وكأننا الآن شرعنا نتكلم على قضية الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، ما هيش قضية منذ 60 سنة ومن 48 مآسي، وكأن الآن نسمع فقط بدأنا نتحدث على هذه القضية. وهذا يقودني إلى القول بأن المد القومي والعربي قد قل وخفت وأصبح لكل اهتمامه وانشغالاته ومشاكله، ولا نتحدث على هذه القضية إلا عندما نلتقي. وأنا بتصوري من بين الأسباب هو أن الوحدة الوطنية الفلسطينية إذا لم، لأن عندما نتذكر عندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تنظيم سياسي قوي بأجنحته العسكرية وغيرها، كانت القضية الفلسطينية وضعها أفضل من الآن بكثير. وبتصوري لا يمكن أن تقوم قائمة لهذه القضية إذا لم يتجمع الفلسطينيون على مختلف فصائلهم ومذاهبهم في تنظيم سياسي يتم فيه مركزة القرار السياسي بالنسبة لقضيتنا جميعا، قضية الشعب الفلسطيني. ما عدا ذلك كل يتحدث، والفصائل كل واحد يسوق خطابه، والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في فلسطين المحتلة يعاني اقتصاديا اجتماعيا صحيا تعليميا في كل المشاكل. إذن أنا نتصور الإعلام العربي، طبعا أنا لا أود أن أتحدث الإعلام العربي لأن كل إعلام عربي على مختلف البلدان له توجهاته السياسية حسب البلدان التي يصدر منها. أنا مرة في عام 89 التقيت بالرئيس الراحل ياسر عرفات في قمة عهد بن حياز في بلغراد قبل أن تصل يوغوسلافيا لما وصلت إليه، وأجريت معي حوار بحيث أنا كنت صحافي في الجزائر. جلست مع أبو عمار وسألته من ضمن الأسئلة، قلت له لماذا ذهبتم إلى أوسلو؟ قال لي أنا أقول لك لماذا ذهبنا إلى أوسلو، برغم أن في ذلك الوقت كان خلاف حول التوجهات، لأن كانت هناك أن القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، لا يمكن لأي نظام أي دولة تتجاوز هذا القرار إلا القرار الجماعي. لكن الكارثة لما بدت من كامب ديفيد، هي الكارثة أنت على الأمة العربية انطلقت من كامب ديفيد، وكامب ديفيد استراتيجية على حلقات، ونحن نعرف كيف جاء كامب ديفيد ومن كان عرب كامب ديفيد وكيف تم الاتفاق وفي أي بلد تمت الصفقة ومع من، نحوم جولدمان وغيره مشيديان وحسن تتوهامي وزير الأوقاف المصري والبلد الذي وقع فيه التخطيط إلى آخره، وهي الكارثة بدت للأمة العربية من هناك.
قال لي أنا ذهبنا إلى أوسلو لأن الطوق العربي اللي يحيط بفلسطين قد غلقت الأبواب في وجوهنا. وقلنا هناك بصيص أمن رأينا في آخر نفق ضوء بصيص ضوء، قلنا هذا قد نصل إليه ونتمكن من إقامة الدولة الفلسطينية. نعم. معنا وقت 5 دقائق و... خليني أعطيني 2 ثواني فقط، ثانيتين خلاص أنا خليها راح نكمل. المهم الآن يجب أن نقول ماذا نفعل، وليس ننتقد بعضنا ونروح الحماس والإخوة المسلمين والكارثة في مصر. خلي مصر ترجع كدولة قومية، ترجع من جديد دورها القومي العربي نتيجة موقعها وإمكانياتها وكذا. والإسلام السياسي كارثة على الأمة العربية، والحمد لله ما سمعتكمش تتكلموا على الربيع العربي. نحن نعرف الثورة عندها قيادتها وبرنامجها والهدف انتهى، ليست فوضى وتحطيم كل ما هو موجود. شكرا. احنا بدنا ناخذ سؤال واحد فقط، وانا بفضل من الشباب اللي ورا هذول اللي قاعدين اخر الناس يعني. بس ملاحظتين. عباد يحيى باحث من المركز وصحفي، يعني بصراحة شعرت بتفضل وتمنن في كلمة الأستاذ إبراهيم هلال على الفلسطينيين وتغطية القضية. فلنتذكر جميعا أن هناك فضائيات بنت سمعتها وصيتها على القضية الفلسطينية، هي يعني الاهتمام العربي الشعبي بالقضية الفلسطينية هو ما أعطى هذه الفضائيات دفعة. وما نشاهده اليوم من بعض المحاور والدول عند كل أزمة تذهب لإنتاج الوثائقيات واستضافة الفلسطينيين، لأن هذا مخرج يرفع أسهم القناة وليس العكس. وبذات المنطق كما ثبتت فلسطيني 48 أنت ثبتت إسرائيل على الخريطة، فبالتالي لغة التفضل غير مناسبة. الإعلام العربي حول الفلسطينيين إلى خبر الأقل كلفة في التغطية والأسهل في العمل الصحفي. لو أنتج أفلام وثائقية عن القضية الفلسطينية لم احتجنا للحديث عن مأزق الانقسام في الأخبار، بينما يمكنك أن يستمر الانقسام السياسي وتنتج أفلام وثائقية عن الاستيطان. ما الذي يمنع الفضائيات العربية أن تنتج شيء كهذا؟ المشكلة أنكم حولتم الفلسطيني إلى خبر، وأنتم المستفيد الأول والأخير من هذه التغطية بهذا الشكل. وأعتقد أن الوثائق الذي أنتجه يسري يفودة مع الجزيرة عن 11 سبتمبر كان فيلم وثائقي أهم من كل ما أوردته الجزيرة من أخبار عن تنظيم القاعدة. وبالتالي المنطق بسيط، لا تحولوا الفلسطيني إلى خبر، يعود عليكم بالنفع والمتابعة. والأسوأ الذي نواجهه اليوم برأيي هو أن الفضائيات العربية تستغل القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب ورفع أسهم جبهات ومحاور على حساب الفلسطينيين. شكرا. رجاء ما في وقت يعني، لأنه إحنا يعني عارفش في إذا في الإخوان بدهم يتعلقوا في أعتقد أنا من الوقت انتهى. إذا ما في بس نسمح لسؤال، بس أنا بدي أضيف إنه في الفضائيات العربية هي قوة إعلامية كبيرة وممولة وقادرة على اختراق مشاهدينها بالملايين. إحنا بنحكي نحاول أن نقول لهذه الفضائيات بعض ما نريد أن نقوله فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كنت أتمنى أنا مثلكم أنه ما نحكي كثير عن التاريخ الصحافة أو تاريخ القضية الفلسطينية في الصحافة العربية، وأن نتحدث عن الحاضر والمستقبل. رجاء يعني الوقت انتهى لأنه في الساعة 5 في القاعة. شكرا لاستماعكم وشكرا لتحملكم لنا.